بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مشاهدي قناة المحضرات الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج احمرار بن بونة على ألفية بن مالك. ضيف هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الخديم، فبه نرحب. مرحبا بكم فضيلة أهلا الشيخ معنا. فضيلة الشيخ، في آخر حلقة ننجزها في الحلقة الماضية توقفنا عند باب هو أحد المفاعيل، وهو المفعول له والمفعول لأجله. أقرأ وأعتقد أن أبياته لا تزيد على الستة، وأدخل إذا لعلنا ندخل ربما إلى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. أقرأ من النص وأعود إليكم شيخنا للشرح والتعليق وكالعادة. يقول ابن مالك بعد العنوان المفعول له عفوا: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجود شكرا ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فاجرره باللام وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل، وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، ويستوي الأمران في المضاف بلا تردد ولا خلاف. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد، كهنا امكث ازمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، وإلا فانوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير، وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرفه فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبه من الكلم. أتوقف دون هذه المحمرة الطويلة، وهي محمرة الظرف، ربما من أطول المحمرات في على صعيد على أديم هذا الاحمرار. توقف دونها لعلنا نتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله. لدينا هذا الباب، أولا المفعول له مع أول أبياته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الباب قال المفعول له، يقولوا المفعول لأجله، والله المفعول من أجله، والله قال المفعول من أجنه، ما هذه الأخيرة؟ والله كانت من أجل أنه أيوة حذفت الهمزة ودعمت الله في النوم اللي ما رخل أجنه. ابن من أجنه، ويجيبوه وراء المفعول المطلق المناسبة واضحة اللي يشتركان في أن كل منهما مصدر جيد. لا كل وساه يجيب وراء المفعول مباشرة مباشرة المفعول المطلق به اللي هو، لكن المفعول المطلق لا تعرف قلنا المصدر اسمه سوى الزمان، إذاك مصدر حتى هو مازلنا لا نقول إن شاء الله أنه مصدر، ذاك بعطوه المناسبة الوسام يجيبوا وراء المفعول المطلق مباشرة، كأن هنالك قاسم مشترك بينهما هو أن كل منهما مصدر تماما كما سيتبين إن شاء الله. تبين من قبله المصدر والمفعول المطلق وسيتبين إن شاء الله. بارك الله. قال ينصب مفعول له المصدر، يعني ينصب المصدر مفعولا لأجله إن أبان، معناها إن أظهر تعليلا كجود شكرا ودن طاعة، مبين عنه لابد من عود قلبي. ينصب مفعولا له المصدر القلبي إن أبان، معناها إن أظهر تعليلا لابد أن يكون يفيد التعليل، كجود شكرا، شكرا مفعولا لأجله، ودين طاعة، طاعة أيضا مفعول لأجله. هو شروطه خمسة، فيها واحد متفق عليه وهو كونه عود دالة للتعليل، هذا لا خلاف فيه. الشرط الثاني عن عود مصدر، الشرط الثالث عن عود قلبي، الشرط الرابع أنه يتفق مع عامله في الفاعل، الشرط الخامس أن يتفق مع فاعله في الزمن، هذه شروط الخمسة.
نبدأ من بيان كل واحد والله. ما شاء الله فيهم واحد متفق عليه اللي هو التعليل والاخرين مختلفين ولم يكن في معنى التعليل لما سمي في الاجري تماما اذا ذاك لا بد منه غير قال الناظم لما يشترط يونس مصدريته اذا يونس مخالف يكون لا بد من وعود مصدر والفارسي لم يعتقد قلبيته الفارسي يشترط كونه مصدرا لكن لا يشترط كونه قلبيا ما معنى قلب معناها محله القلب تعرف الشكر بالقلب محله القلب يعني ليس كالضرب ضربها ليس مصدرا قلبيا وكذلك ايضا القراءه ليست مصدرا قلبيا لانها مصدر محله اللسان تماما اذا قلنا لم يشترط يونس مصدريته والفارسي لم يعتقد قلبيته وعمر اتحاده بالعامل وقتا معناها سيبويه ما لا بد عنده من اتحاد مع العامل في الوقت وبعض اتحاد الفاعلي وبعض هو ابن خروف اذا كونوا دلالة التعليل هذا متفق عليه محل اجماع كونوا مصدر لكن ما مشترط يونس الفارسي يشترط كونه مصدرا لكن لا يشترط كونه قلبيا سيبويه يشترط كونه مصدرا قلبيا لكن لا يشترط ان يكون متحدا مع عامله في الوقت ابن خروف لا يشترط اتحاده مع العامل في الفاعل وسنبين أمثلة التي وقع فيها الاختلاف بارك الله مفيد إذن هذه الشروط الخمسة اللي مشترطة فيه واحد منها مجمع عليه والأربعة الأخرى لا تعلم فيها نحو كبير تماما نبه على عنهم يشترطوا طيب. هذا يشترط ما جابوا الملك عنه لا بد من وعود العامل اللي ناصبه ما هو من جنسه لأن الشيء لا يعلل بنفسه جود شكرا لا يمكن أن تقول شكرت شكرا لأن الشيء لا يعلل بنفسه المسألة الثانية اللي لم يبينه هو أنه لا يتعدد أبدا يعني كل فعل ينصب مفعول لإجله واحد يقدر ينصب واحد يعني ما يقدر ينصب مفعولين ولا يقدر ينصب ثلاثة نهائيا ولا يتعدد وهذا مفهوم لأن العلة عند الرسول قاعد فيها خلاف كبير كانت تتعدد ولا ما تتعدد لا بعدهم شاولة عنها مفعول لإجله لا يتعدد أما عند أهل الأصوليين فيها خلاف كبير بينهم هل يمكن أن تتعدد أم لا أو العلة المنصوصة تتعدد والمستنبطة لا تتعدد أو المستنبطة تتعدد والمنصوصة لا تتعدد في خلاف كبير عند الأصول ونبه على عن الآمد من الأصوليين يقول أن تعدد العلة مستحيل من عقله لماذا؟ لأن الحكم المعلل إذا كان معللا بعلتين في حال تعليله بهذه العلة يستغني عن هذه وفي حال تعليله بهذه يستغني عن هذا فيلزم من هذا أن يكون مفتقرا لهما ومستغني عنهما في آن واحد ويمكن أن يستغني عنهما لكن هذا مبحث أصولي ليس نحوي طيب يبعدنا عن موضوعنا نعود إلى مع ابن مالك إلى أبو البيت قال ينصب مفعولا له معناه لإجله المصدر القلبي إن أبانا يعني أظهر تعليلا كجد شكرا ودين طاعة دين طاعة لك طاعة مفعول لإجله هذا ربما يشير إلى أنه يمكن أن يحذف كما نبهوا على ذلك ما معنى يحذف؟ طاعة لم يصرح بها لم يصرح بها معناها في دلالة حكم نحوي تماما على أنه يمكن أن يحذف ما نصوا على ذلك واضح وهو بما يعمل فيه متحيد وقتا وفاعلا وإن شرط فقيد فجره إلا المفعول لأجره لا بد أن يتحد مع عامله في الوقت وهو بما يعمل فيه معناها مع ما يعمل فيه سواء كان ملفوظا به أو كان مقدرا لا بد أن يكون متحدا معه في الوقت يعني زمنهم واحد لا يمكن أن أقول أتيتك اليوم رغبة فيك غدا لأن الإتيان وقع اليوم والرغبة وهي المفعول لأجله غدا هذا لا يصح وهو بما يعمل فيه معناها مع ما يعمل فيه سواء كان ملفوظا به أو مقدرا وسنمثل لهما متحد وقتا ولا بد أن يتحد معهم في الفعل لا يمكن أن أقول جئتك محبتك إياي لأن المجيء واقع مني أنا يغال محبة واقع منك أنت هذا لا يصح معناها لا بد من العدوى والعامل في وقتهم واحد وفاعلهم واحد نبه على عن هذا الاتحاد تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا مثلا مثل التقدير ولي يريكم بقى خوفا وطمعا خوفا هذا مفعول لأجله وعامل فيه يريكم إلي تنظر هو الفاعل كأنه ما هو واحد يريكم فاعل الله تبارك وتعالى والخوف صادر من العباد مصدر العباد يغير نقدم أولوه نقولوا عن يروك يريكم معناها يجعلكم ترون وبالتالي تكون الرؤية واقعة من العباد كذلك أيضا الخوف مصدره العباد واقع من العباد ويمكن أن تكون خوفا بمعنى تخويفا فيكون الفعل واقع من الله تبارك وتعالى وأيضا التخويف واقع من الله تبارك وتعالى هذا العامل هم الفوض به ومثل العامل المقدر قلت محمد النبي تعالوا قال له ما أتى بك يا عمرها هنا أجدال عن قومك مرغبة في الإسلام أجدال مفعول لأجله
عامله مقدر وهو اتيت اتيت لا قوم الكاميرا باتم الاسلام. هذا عمرو الاصير من الذي ليس له غير القتال عمله، كان اسلم يوم احد ودخل في المعركه وقتل ويدخل جنته وهو لم يصلي ولم يصل. وعكسه الاصير من المخردل ليس له غير القتال عمله. بارك الله قال له محمد قال له ما أتى بك يا عمرو هاونة إجدال عن قومك أمرابة الإسلام. أنا أتيت لي إجدال عن قومك ما أتيت أمرابة الإسلام. كانت الأخيرة تمام. بارك الله إذن وهو الشيخ. بما معناها مع ما يعمل فيه سواء كان ملفوظا به أو مقدرا لا بد أن يتحد معه في الوقت ولا بد أن يتحد معه وفي الأولى خالف السيبويه وفي الثانية خالف بن خروف. بن خروف تمام. طيب فجر وإن شرط فقد فجره باللام. نحن قلنا عن مفعول لأجله شروط خمسة، وقلنا عن فيهم واحد ما يقدر يتخلف اللي هو التعليل تفقين عليه المحات كاملة. يعني هاي الشروط كنا نقوله إلا اختل منها واحد كيف جانا ما هو مصدر والله عاد مصدر غير ما هو قلبي والله عاد هو عامل واحد وقت ما واحد والله فاعل ما واحد وجوبا المفعول لأجله ينجر بالله دال على التعليل والله ما في معناها. ونبه على عن هذا الجر واجب لا عندك اللي مشترط هذا الشرط بمعنى أنا ابن خروف اللي ما لا بد عنده من اتحاد الفعل يقدر ينصب وهو عامل واحد فعل ما واحد. سيبويه اللي ما لا بد عنده من اتحاد الوقت يقدر ينصب وهو عامل وقت ما واحد. يونس اللي ما هو مشترط مصدريته يقدر ينصب وهو ما هو مصدر عنده. والفارسي اللي لا يشترط كونه هو قلبيا يقدر ينصب وهو ما هو قلبي. إذا هذا الشر واجب لا عندك اللي يعتقد هذه الشروط، أما من لا يعتقدها فيمكن أن ينصب مع تخلف الشرط الذي لا يشترطه. قال هو إن شرط فقد من هذه الشروط قال في الطرق مع بقاء التعليل لأن ذلك لا يمكن أن يختل نهائيا. فجره باللام وهو نسخة تقول فجره بالحرف، لكن بعد النسخة اللي اعتمدت للفيديا قال فجره باللام الدالة على التعليل وما في معناها. نص الطرق وجوبا عندما اعتبر هذه الشروط، أما من لم يعتبر هذه الشروط فلا يجب عنده الجر. هذا طبعا مثل له كامل. أيوة. مثلا شو خلق لكم ما في الأرض جميعا هاي يكون فطن مفعول لأجله إن جرت باللام. لماذا؟ لأنها ليست مصدرا. هذا هو الوساهون جرناها باللام الدالة على التعليل لأنها ليست مصدرا كن ضمير. والله. لكن هي هنا في محل المفعول لأجله خلق لأجلكم جرناها باللام لأنها ليست مصدرا. لا تقتلوا أولادكم من إملاق. أيوة. الإملاق مصدر لكن ليس قلبيا فجرب من الدالة على التعليل. هي من الدالة يوضح يوم يوضع من مهابته بما يكلمون لا حين يبتسمون. هناتي إملاق لما كانت مصدر ولكنها غير قلبي جرت مثلا بمن الدالة على التعليل. ومنه قلت مرور قيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. نوم مفعول لأجله جرناها باللام. لماذا؟ لأن العامل فيها وهو نضت متقدم عليها في الوقت، فهنا لم يتحد المفعول لأجله مع عامله في الوقت فجر باللام. فجئت وقد نضت يعني خلعت نومها ثيابها لأجل النوم. معلوم أن خلع الثياب متقدم على النوم، فلما لم يتحد المفعول لأجله هنا مع عامله في الوقت فجر باللام لتستري إلى لبسة المتفضلي. وفي اختلاف الفعل مثل بقولة الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. ذكراك مفعول لأجله جر باللام. لماذا؟ لأنه لم يتحد مع عامله في الفاعل، لأن تعروني فاعلها هزة والذكرى واقعة منه لها. فهنا جر مفعول لأجله باللام. لماذا؟ لأنه لم يتحد مع عامله في الفاعل. ونبال عن الهزة معناه الارتياح والنشاط. تعرف قال الهزة الكسر بها يناطو وهي الارتياح والنشاط، هذا هو الهزة. قال وإني لتعروني لذكراك معناها لأجل ذكراك هزة يعني ارتياح ونشاط كما انتفض العصفور بلله القطر. إذا مثلنا الكامل لاختلاف الفاعل لاختلاف الوقت لاختلاف المصدر يعني عدم كونه مصدرا عدم كونه قلبية. وهذه الأمثلة كامل مثلنا المشروع هذا هو معنى وإن شرط فقد من هذه الشروط مع بقاء التعليل فجره باللام الدالة على التعليل وليس يمتنع مع الشروط. معناها عن مفعول لأجله لا مانع قاع من تتوفر فيه الشروط كاملة تدوى أقفاله على أربعة. أيوة. وينجر باللام هذا لا مانع منه. قالك وليس يمتنع جره مع وجود الشروط. كيف تاش كلي زهد ذاقنا زهد مفعول لأجله جر باللام مع أن الشروط كلها مجتمعة فيه، لكن لا مانع من أن يجر المفعول لأجله باللام مع توفر الشروط. وهذا يجر رد به على ذاك اللي ما سعى المفعول لأجله قاع ما هو خالق وما سعى المفعول مطلق. بعضهم يونس بالتحديد ما سعى أنه هو لا مفعول مطلق وتوع أنه قاعد مفعول لأجله ما هو خالق نوع منه نوع منه يعني قال مصدر نوعي. غير جر باللام يرد عليه
قال في التوراه مردودا به من نسبه نسب المصدر النوعي اللي هو يونس. نبه على عن مثال والمالك اللي جاب كل زود ذاقنا يرتب عليه مسلتين، واحده عن المفعول الاثري قد يتقدم اللي هو قال كل زود ذاقنا، المساله الثانيه عن المفعول الاثري قد ينجر باللام وهو ما هو مضاف ولا فيه ال، وبالتالي هذا عاد مناسبه للبونه تكلم على هذه المساله في الطرا من هون. قالوا انكر قوم تقدمهم لانه المالك اللي جابوا مقدم عاد قدود ما جابوا كحكم يا غير جابوا كمثال عاد لاحظوا عنده كثير تماما من تماما كيف كان واخواته مثال مثال الخبر تماما جابوا مقدم وبعد تصرح به فيما بعد والله قال في الطرق قال وانكر قوم تقدمهم يردهم قوله طربت وما شوقا الى البيض اطربوا ولا لعب مني وذو الشيب يلعبوا طيب وما شوقا مفعول لأجله تقدم على عمله وهو أطرب، إذن هذا يرد على من يرى أن المفعول لأجله لا يمكن أن يتقدم. قصد الكوميتي بيجي كتاب النبي سنة ترحبه معارا لي وتحسبه ما لي إلا آل أحمد الشاعته ما لي إلا مشعب الحق مشعبه بيجي كتاب النبي سنة ترحبه معارا علي وتحسبه عنده نوع من التشيب شوي محل الشاهد طلبت وما شوقا إلى البيض أطربه شوقا مفعول لأجله تقدم على عامله وهو أطربه ما يدل على جواز تقديمه. المسألة الثانية مسرورا أو غير مسرورا الأول شر ما يطربش تم الله مفعول لأجله مسرورته قلتم. المسألة الثانية عن المفعول لأجله يقد ينجر باللام وهو ما هو مضاف ولا في إل، هذا اشتمل عليه مثاله هو كل الزود إذا قنع يرجع صرح به في البيت الموالي وقال لأن يصحبه المجرد، يعني هذه اللام التي يجر بها المفعول لأجله ندر أن يصحبه المفعول لأجله إذا كان مجردا من إل والإضافة، وقليل حتى عن الجزول من النحات أنكرها قال المفعول لأجله الساعة ما في إل له مضاف لا يمكن أن يجر باللام. يغير يرد قولة الشعر من أمكم لرابة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر رابة مفعول لأجله جر باللام مع أنها مجردة من ال والإضافة، وهذا كمثال المالك كالزود ذا قنع صحيح. إذن قال وقال لأن يصحبه المجرد من الإضافة حتى منعه الجزولي قال فطرة ويرده قوله من أمكم لرابة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر وقال لأن يصحبه المجرد والعكس في مصحوب ال، والعكس في مصحوب ال معناها عن المفعول لأجله إذا كان مقرونا بال الأكثر أن يجر باللام ونصبه قليل، إذن المفعول لأجله ساعة ما فيه ال وله مضاف يا الله ينتصب ما يا الله ينجر باللام يا غير ساعة فيه ال ياسر فيه لا ينجر ونصبه قليل. ونبه على أنه ساعة مضاف مثل هذه الكلمة اللي إن شاء الله لبنا يدوم السامن فيه المرأة قال وقال لأن يصحبها لي اللام المجرد من الإضافة والعكس في مصحوب ال وهو أن جره كثير ونصبه قليل. وانشدوا على جواز القلة وهو النصب قول الراجز لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالد زمر الأعداء، الجبن مفعول لأجله مقرونا بإل كان الأكثر والله الأولى عن النجر باللام نقول لا أقعد للجبن عن الهجاء ولكنه نصب هذا قليل ولكنه جائز، أما الأكثر فهو أن يجر باللام. نبه على أن هذا من قلت الشاعر فليتني به مقام النذارة كبسن الأغارة بيات الحماسة لو كنتم مازن لم تستبيح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانة لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لطاء خشته سواهم من جميع الناس إنسانا فليتني به مقام النذارة كبسن الأغارة فرسانا وركبانا. لأغارة مفعول لأجله مقرونا بأل كان القياس أن يجرى أو الأكثر أن يجرى باللام ولكنه لم يجرى تماما مثل هذا البيت تماما مثل هذا البيت سن لأغارته هذا تعرف يقولوا له الهجو في معرض المدح أرجع أسمع هاي ربيعتي وأساء عن المدح وفطان رجال في المسين كامل تأكيد الذمي بما يشبه المدح وما هو ذلك وإن قال له الهجو في معرض المدح هكذا يلقبونه معناها أن يكون الكلام ظاهره مدح الشخص ثم في الختام يتبين أنه ليس مدح سبحان الله. وهذا تعرف عندما قال فليت لي بهم مقام أن يركبوا معنى ليت لي بدلهم عرفنا عنهم وراضي عنه لكان اللي راضي عنهم ما يعود يختارهم استبدلهم بغيرهم تعرف كان ذا الواقع له نوع من الذمامة ما هو نوع من ما هو العفو العفو أن يعني تتنازل عن حقك مع المقدرة أما هذا الأخر ذمامة فليت لي بهم مقام أن يركبوا شنو يا غارة فرسانا وركبانا. يأتي العلامة المختار بن بونا فيختم الباب بهذا البيت ويستوي الأمران في المضاف بلا تردد ولا خلاف. هذه عبارة التسفير قال يستوي زوجان في المضاف جملة واحدة لا
لكن اذا نظم البيت الله قال ويستوي الوجهان يعني الجر وعدم الجر في المضاف المفعول الاجري اذا كان مضافا يمكن ان يجر ويمكن ان لا يجر. تعرف قال واغفر عوراء حاتم قال واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما ادخارهم لاجل الادخار ولم تجر. طبعا الناس الاثنين اغفر عوراء الكريم ادخارهم ايوه اللي صدرت منه الزله أيوة. من يعود كريم هو قاع همه مازال يكسوه في المستقبل زين اللي نعود ما هو كريم قاع اعرض عنه تكرم زين اذا ما هم الشاقر مع احد يبان يا اخوي اغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرم تكرم الا ما في الاجل ليش تكرم يعني ما يعني مجرد ما ما في الشاهد شاهد الا بجزء اللي بتدخرهم. تعرف قال ولقد مر على اللئيم يسبني ما فاعف ما اقول لا يعنيني زين نفس المعنى ومنه قلت الشاعر فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والله عينون الي ثم تصدعوا بكى بناتي شجوهن شجوهن مفعول لاجله مضاف ولا جرنا زين ويقدم اللي انشر جزر وهذا أكده بقوله بأنه لا تردد فيه ولا خلاف والحمد لله إذ لا خلاف وهي قل ما ترد في النحو. إذن شيخ ندخل إلى الباب الموالي وهو المفعول فيه يقول الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا هذا المفعول فيه ينقال الظرف ينقال المحل أيضا والله بيلو محل الحدث محل الفعل والله وإن قالوا ما للصفة به اللي دائما يقع موقع الصفة وتعرف ينعت به ويكون خبرا ويكون حالا وبالتالي يقول للصفة قال بطراء الظرف ويسمى محلا وصفة نبال عن الظرف في اللغة قال الوعاء معروف الظرف الوعاء من قلت الشاعر كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز في زنتا حنظلي يعني وعاء عجوز في زنتا حنظلي. الظرف في الاصطلاح النحات هو اسم وقت والله اسم مكان ضمن معناه فيه دون لفظها. إذن الظرف في اللغة هو الوعاء وربما تعرف لأنه هو محل الفعل كان وعاء للفعل في الاصطلاح هو اسم وقت أو اسم مكان ضمن معناه فيه بالطراد تعدي سائر العوامل إليه. الظرف يمكن أن ينصبه الفعل لازم ويمكن أن ينصبه الفعل متعدي كهنا مكوث أزمنا هنا ظرف مكان أزمنا ظرف زمان هذا هو الظرف. الظرف اسم وقت أو اسم مكان ضمن معناه فيه دون لفظها بالطراد تعدي سائر العوامل إليه يعني يمكن أن ينصبه الفعل لازم ويمكن أن ينصبه الفعل المتعدي كهنا مكث أزمنا هنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان يقولوا أصلاً دار قال يكتب كتاب طويل قال له هنا مكث أزمنا كيف حد لا يكتب الأحمرار تخيل الله لا يكتب الله خليل هنا مكث أزمنا على عدم عجلة الله حد نبغوا يستفادوا من علمهم واللي ما يبعد منه فانصبه بالواقع فيه مضارع كان وإلا في المقدرة قالك فانصبه اللي هو هذا اسم الوقت هو اسم المكان باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. الظرف ينصب بلفظ ذلك اللفظ يدل على معنى واقعا في ذلك الظرف. شو جلست اليوم اليوم منصوبة بجلست لماذا؟ لأن جلست لفظ دال على معنى وهو جلوس واقعا في ذلك اليوم فانصبه إلى الظرف باللفظ الدال على معنى يعني على حدث واقعا في ذلك الظرف كان منصوب الواقع فيه. مظهرا كان كي جلست أمامك جلست اليوم وإلا يكون ظاهرا فنمهم مقدرا لا بد من عدم لا بد من عدم نبه على أن عود الص يعني محذوف جوازا كيف قال لك متى جئت تقول له يوم الخميس معناه جئت يوم الخميس هذا محذوف جوازا بيلي جواب استفهام يعود محذوف وجوبا كيف العادل في المثل كيف يقول حينئذ الآن معناها وقع ذلك حينئذ اسمع مني الآن وكيف الساعة تعرف خبر ناوينا معناه كأنه استقر لكن يعود عامل الظرف يعود محذوف وجوب إذا كرب أحكام حذف العامل في المفعول به هو؟ حذف العامل في المفعول به تقريبا يتم هي ويحذف العادل في المثل والله العادل الظرف خبر والله تعرف أخبر بالظرف أنه بحرف جر ناوينا معناه متعلق المحذوف نحو كائن واستقر إذن يحذف جوازا ويحذف من الوجوب بارك الله فيكم شيخ. الحقيقة اقترب وقت أو قد آن وقت استقبال المكالمات لكن نكمل البيتين فقط يقول فانصبه بالواقع فيه معناها هو عنده فعل عامل فيه تماما لا بد من الفعل نقول بشكل نقول عامل عامل
واضح. صبه باللفظ ولذلك عبارة الطرة دقيقة قال فنصبه باللفظ الدال على المعنى الواقعي فيه، لكن اللفظ يقدر فعل ويقدر ما فعل، نبقى على عن الظرف كل شيء قد يعمل فيه ويكفيه ما فيه رائحة الفعل تكفي حتى ما سعد أداة البني رحل ولا أنه غدا الطرف مكحول أداة عمل فيها ما النفي لأن فيها رائحة الفعل تدل على النفي التفاؤل ونفس اللي يعمل في الظرف هو اللي يعمل في الظرف شر مسرور. بارك الله فيكم شيخ، ظهر لي عند الأبيات الاثنين من الباب نكتفوا بهم، وهذا قاع راس به اللي لا يدخل بينا في رواية أخرى جديدة، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان ولا مبما نحو جهته، إذا نقتصر دون ذلك ونضع نقطة النهاية بعد هذين البيتين الأولين من هذا الباب، لنكون في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع الحديث حول الظرف، وهو باب طويل ربما وفيه الاحمرار بشكل مكثف. إذا مشاهدين الأعزاء، نلفت انتباهكم إلى أنه أصبح بإمكانكم الالتحاق بنا، وإذا كانت مكالمة على الخط وأعتقد أنها كذلك على الخط، إذا كانت توقع صادقا إذن المكالمة نظل في انتظارها. إذا واردة إلينا من سيدبات، تفضل سيدبات. سيدبات ألو، أنا عندي بيتان وقلت أشرح لي كلمة دولة منه. تفضل لا نسمعك جيدا. در أراب وتجلو زي للشامكين. آسفون لم نسمعك ولا قليلا سيدبات. والتجلد للشامتين. نسمع شيئا ولكن لم نتبين. سيدبات. وأريهم. ماذا؟ والتجلد للشامتين. نأسف سيدبات. أرادك والتجلد. إذا لم يكن التفاعل مع سيدبات ممكنا فالمعذرة له، ولنفتح الباب أمام متصل جديد. وتجلوا دين الشامتين وريهم. لا نسمع، لا نسمع، لا نسمع المكالمة، لا نسمع. ربما هو ما زال الخط. إذن ينقطع الخط عن سيدبات هذا، ولم نتمكن من سماع ما يقوله، ونبقى في انتظار المكالمة الموالية. فاطمة تفضلي. فاطمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رفعي صوتك قليلا. أحييك وأحيي فضيلة الشيخ وأرجو منه صالح الدعاء. عندي سؤال. أحييك وأحيي فضيلة الشيخ وأرجو منه صالح الدعاء. الصوت ما هو مسموع بشكل جيد، ارفعي صوتك قليلا. يا أيها النبي أعيد السؤال، أعيد السؤال لأن أفضل أعيد السؤال. أعيد السؤال لأن نسمع بدايته. فاطمته حبذا لو أعطي السؤال قليلا حتى نتمكن من سماعه. نأسف على عدم سماعي. نعم من الشيخ تفسير الآية. الآن الصوت أفضل. تريدين من الشيخ تفسير الآية؟ ما هي الآية؟ وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إن شاء الله ولا يعرف. ولا أعتقد أن الشيخ سيتعرض للتفسير حبذا لو وفرت الوقت وسألت عن سؤال غير هذا. لا، الشيخ قد أعلن من قبل أنه لا يتعرض للقرآن من قريب ولا من بعيد ولا حتى بالإعرابي الذي هو موضوع البرنامج النحو، من باب أحرى التفسير والتوسع في كلام الله. فهناك برنامج في قناة المحضرة حول التفسير، بإمكانك الاتصال به
هذا البرنامج لتطرحي سؤالك حول التفسير. وهذا محمد، تفضل محمد. محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دور اعراب الكلمه الاولى من هذا البيت. اعراب ماذا؟ اعرابه. والتجلد للشامتين اوريهم اني دريب الدهر. والتجلدين دور اعراب. اعراب ماذا؟ ما سمعنا دور اعراب. دور اعراب وتجلدي للشامتين وتجلدي من الاعراب. تجلدي للشامتين اوريهم. وتجلدي للشامتين. عيد الابيات. عيد البيت. شيخ الابيات معروفين. تجلدي للشامتين. وتجلدي للشامتين اوريهم اني دريب الدهر لا اتضعضع. لا تضعضع كذا شيرين. لا تضعضع. ان شاء الله تمكننا من كتابته ان شاء الله لهنا لعاد في شيء عربي ان شاء الله يقولوا لك شيخ، مع ان بعد الاعراب متعلق على فهم السياق، مع ان الاعراب متوقف على فهم السياق. المكالمة الموالية. محفوظ تفضل. تفضل محفوظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل محفوظ. نحييكم. حي الشيخ. حياك الله. مرحبا بك. أنا عندي سؤال شوي، بدي أعود خارج شوي عن الموضوع. تفضل به. ما سؤالك؟ نختار الشيخ يتكلم شوي عن الفرق بين الصفات المعاني و ذيك الصفات الست والصفات المعنويات، الفرق بين هذا إن شاء الله. الله يحييك. شكرا لك. شكرا لك محفوظ. سؤالك واضح وفي العقيدة. الشيخ يجيبك إن شاء الله على هذا السؤال، ويستفيد من الجواب على سؤالك كثيرون آخرون إن شاء الله، كغير سؤالك من أسئلة المتصلين بنا. فشكر لك محفوظ على هذا الاتصال. ومحمد بوية يتصل بنا على الزوالات. تفضل محمد بوية. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا محمد بوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل نسمعك. مرحبا بك محمد بوية. مد محمود احييك واحييك شيخ زاد الورى. انا طالبين. انا عندي طلب لدارة بالإذاعة مقطوع عن الحقيقة ومقطوع عن بعض المستمعين في بلاد ثانية. إذا تعلم موريتلف داخل حديث الإدارة تتصل داخل موريتلف والله ولا تملها مقطوعة إن شاء الله. ما هو يلا إحنا ما نرضى به ولا يلا. والثاني ملي نقدر من هل الفنيين يعودوا شوية منضبطين يعودوا يعرفوا الطريقة اللي يتعاملوا معها في برنامج كذا في الماضي. كتاب مباشر داروا لا في النهاية. أنا كنت قاعد عندي كتاب مثل اللي هو قاعد ماسين ومعاد حتى النهاية. وهذا الحقيقة لا ما هو يلا لا يجوز يا شيخ هذا النوع من القنوات. ولا عراه مقطوع عنا لأربعة أيام ولا خمسة. وأنا من نفسي مشيت فيها اللي ما تعلمني قلت لدارة موريتان وقلتان إنهم يردوها لنا وكلهم يقول لي تعنيني إنهم يعدوا لنا حمد بويا يطعوهم لي الله يطعوهم. لا 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 لن تقطع، ولكنها الإدارة تستمع إليك لا شك، وقد سمعت هذا، ونعتذر لك بالنيابة عن الفنيين، وشكرا لك على هذا التنبيه، فهو في محله، ولا شك ستضبط الأمور إن شاء الله أكثر. شكرا لمحمد بوي على هذا الاتصال. ونستقبل اتصالا جديدا. نعم
محمد المختار تفضل. ينقطع الخط مع محمد المختار ويخلفه آخر وإن شاء الله. متصل الموالي المكالمة الموالية. نعم ينقطع الخط للأسف عن هذا أيضا بعد انقطاعه عن محمد المختار، والانقطاع منهم لا منا. ونستقبل المكالمة الموالية. المختار تفضل. نعم مختار تفضل. ألو تفضل، لديك سؤال؟ دور الدعاء من فضيلة الشيخ من دور الرقم. الدعاء والرقم والله الدعاء لعله أهم عندك. إن شاء الله. شكرا للمختار على هذا الاتصال، ونستقبل مكالمة أخرى. المكالمة نستقبلها. لعلها متصلة هي. فضيلة تفضلي. فضيلة فضيلة. نعم فضيلة تفضلي. وينقطع عن الخط أيضا. شيخ نتوجه إليكم بما انتهى إلي من أسئلة لعلنا نجيب عليه قبل انقضاء الوقت، لأن الوقت قد داهم. ثم سؤال يتعلق بالتفسير، وأنا قال لما طمعت معكم له بأتوا تعرضوا له. محمد طلب إعراب بيت ما تمكننا منه، سوى الله أنا بعد ما تمكنت من كتابته بشكل جيد. طيب وتجلدي للشامتين إلى أن قال لا أتضعضع أو كما قال معروفة بيت نعرفها غير شكيب. مشكلة لا بد من نعرف هو تجلدي السابقة حق عطف الإعراب متوقف على والله المهم. السياق لكن بعد اللي منه ما هو تجلدي للشامتين جار مجرور أريهم في المضارع هم مفعولين به أن تجلدي للشامتين أريهم أني لا رأي بالدهر لا أتصدع أن حرف ناسخ وليا يجي اسمها لا رأي بالدهر جار مجرور الدهر المضارع ما قبله لا أتصدع لا حرف نجن أتصدع في المضارع غير لعله يعود يسأل عن تجلدي لكن متوقف على بلي ما قبله البيت السابق وكذلك. محفوظ سأل سؤالا في غاية الأهمية، الفرق بين الصفات المعاني، حديث حول هذه الصفات ولو في موجز. ترى صفات الله تبارك وتعالى يعني يقسمها في شيء قالوا الصفات المعاني وفي شيء قالوا الصفات الدالة على الكمال وفي شيء يعني الصفات الأفعال والمعاني في السبعة وتشتق منها من السبع صفات قالها المعنوية وهي في مجملها 13 صفة. الناس تقول العشرين الواجبة يغالية بالحقيقة 13 صفة معروفة يغال المعاني سبعة اللي تشتق منها السبعة اللي هي المعنوية. هي المعنوية هي نسبة إلى المعاني اللي يجينا 20 صفة هي الصفات العشرين الواجبة حق الله تبارك وتعالى ومعروفة لا بد من معرفتها. وهي 13 عبارة 10 منها برهانها عقلي وفيه ثلاثة برهانها نقلي اللي هو السمع والبصر والكلام، أما العشرة الأخرى كاملة برهانها مثلا عقلي. قدود الحديث أنا يطول ويجر بنا إلى علم الكلام أكثر وقد يحتاج إلى فهم لعلم الكلام. المختار قد طلب الدعاء ونطلبه جميعا. أصلح الله حالنا وحالهم آمين. هذان السؤالان بشكل أساس هما أهم ما انتهى إلينا، وإذا تبقى من الوقت إذا بقي في الوقت متسع نستقبل فيه مكالمة أو مكالمتين ونرد على الأسئلة الواردة خلال تلك المكالمات سريعا في هذا الوقت المتبقي وهو وقت يسير. إذن نحن في انتظار مكالمة تريد لنا قبل انقضاء الوقت، وهي فرصة لا شك سيكون التسارع إليها حميما. ومحمد الأمين
يتصدر الحلبة إلى هذه الفرصة. ألو مدري مين، تفضل محمد الأمين. السلام عليكم. تفضل محمد الأمين، تفضل، أنت مجلي هذه الحلبة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يكون؟ تفضل تفضل. فما عليك إذا أخبرت يا أخبرتني جنبا وغاب بالك يوما أن تعوديني. معروف البيت. طيب شكرا لمحمد الأمين على هذا البيت. تريد أعرابه؟ شكرا محمد الأمين، دعي الفرصة لمتصل آخر يتصل في هذا الوقت المتبقي من وقت البرنامج. وكنت في صدارة المجموعة الثانية التي نستقبلها في هذه الحلقة، أنت إذن مجليها ولا ندري من سيكون المصلي. إذن كان المصلي الشيخ المهدي، تفضل الشيخ المهدي. الشيخ المهدي تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. أستاذ سود، قبل عن السنن ولا جابوا بعض من جماعة مساقنا مسبب. أعيد سؤالك، أعيد سؤالك. بدايته كان. أعيد سؤالك. بدايته ما سمعناها، كان في تشويش في الصوت. أعيد. قلت لك جماعة إمامهم ترتب عليه قبلي. أيوة. جماعة إمامهم ترتب عليه. وضح وضح. وسبحت له في الجلسة الأخيرة، في التشهد الأخير سبحت له لينا. ليك الجماعة اللي الجماعة اللي متيقنة وسلمت معاه في ترتب عليه. زين زين. إن شاء الله. جماعة متيقنة وسلمت معاه. وعقب هو ما انتبه وسلمت معاه في ترتب عليه كان صلاته بطل الصنغرة. شكرا لك على الاتصال الشيخ المهدي. نرد على سؤالك وعلى سؤال محمد الأمين من قبلك ونستقبل مكالمات جديدة. محمد الأمين جاب البيت اللي استمعته له، أنا ما قليل دركت منه ما سمعته حتى. وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني وتجعلي نطفة في القعب باردة فتغمي سيفاك فيها ثم تسقيني. البيت فتنة جبنا يشهد في للفية يشهد في أخبره أن الدورة هزت مفاعيل. ما عليك إذا أخبرتني التاء هي المفعول الأول هو النائب عن الفاعل، النبى قاع على عن باب أعلم وأرى ياسر في الله يعد من المفعول، ياسر في الله يعد المفعول الأول النائب عن الفاعل. لقصة لك شوي. المفعول الأول عاد هو النائب عن الفاعل، هي هي المفعول الثاني، داني فين هي المفعول الثالث. إذا ما عليك إذا أخبرتني التاء هي المفعول الأول هو النائب عن الفاعل، ليا مفعول الثاني، داني فين مفعول ثالث. وغاب بعلك يوما أن تعودني وتجعل نطفة في القعب باردة فتغمي سيفاك فيها ثم تسقيني. إذا هذا هو قد عدوا يقول مسوى عنه من لعله لعله لعله. ومتصل يتصل بنا قبل أن نقدم لكم سؤال الشيخ المهدي، تفضل متصل. عبد البركة تفضل. ينقطع الخط عن عبد البركة. والشيخ المهدي سأل عن السؤال الذي استمعتم إلى صورته. هذا الإمام اللي لازم قبلي ترتب على هذه السنن وعن جماعة فيهم واحدين متيقنين عنه لازمه ومع ذلك سلموا معه سبحوا له وسلموا معه شي لازمه هم يكون متيقنين. طيب هم صلاتهم باطلة باطلة والله. والقبل اللي يعود القبل اللي يعود مثل ترتب عن السنن رجع يترك وتبطل صلاته. والنبه على عمل المسائل اللي تبطل فيها الصلاة للإمام وتصح الإمام ويجين إلى عاد الإمام لازم قبلي مترتب عن السنن وجابه الإمام ويجين وهو ما جابه ومصلاته صحيحة وهو أصلاته باطلة. يلا مثلا سبحوا له إلي ما يجيبها القبلي يلا هم يجيبون. شيخ عبد البركة يعود لنا لعل بركة تنفعه حتى لا ينقطع عن الخط. البركة تفضل. عبد البركة مرحبا بك. مرحبا. في تشويش
عبد البر ابتعد عن جهاز التلفزة، ابتعد كثيرا عن جهاز التلفزة واستمع لنا من الهاتف، ذلك أفضل. تفضل الآن عبد البر، الوقت يضايق، اطرح سؤالك ولكن بالطريقة التي وصفت لك. عبد البر أنت معي؟ لا أعتقد أن عبد البر ما زال على الخط، قطع عن الخط للأسف. والسؤال الأخير الذي كنا فيه شيخ، إذا كان بقي حوله حديث بيان. تتون الإمام اللي يبقى عليه قبل مترتب عن هذه السنة. أيوة. كيف السورة، السورة هذه السنة، بين السورة أنفسها سنة، القيام إلى السنة، والسر بها والله الجهر بها السنة، وكيف التشهد الوسط ذاك مله للسنة جلوس السنة، واللفظ المخصوص اللي هو التحيات لله مله للسنة، والجلوس للسنة، الله بقى أهل التكبيرات والله للتحميدات، والله تحميتين وتكبيرة، والله تكبيرة وتحميتين، هذا يعتبر قبلي مترتب عن للسنة، حد بقى ليه تبطل صلاته. إذا الإمام اللي يعود مطالب بهذا القبلي على الإمام يجي نسبحه. بارك الله فيكم، أيدهم لهن نستقبل مكالمته. أبو فلعت عنده سؤال، يدوم تفضل. دومو تفضل إذا كان لديك سؤال. مرحبا بك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السؤال هو در الشيخ العربي، در الشيخ العربي هذا البيت، تفضل. إذا الجود لم يرزق خلاص من الألة، فالحمد مكسوبا والمال باقيا. إذا الجود إذا الجود ولا الحمد. أعيد البيت. إذا الجود لم ولا الحمد. أعيد البيت مرة واحدة تكفيني إن شاء الله لأكتبه. أعيد البيت. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الألة. طيب واصل. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الألة. إعادة واحدة كافية. الشطر الثاني. فالحمد مكسوبا وللمال باقيا. إن شاء الله. شكرا لك على هذا الاتصال، يدومو تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. شكرا ليدومو على هذا الاتصال، وأحيل لكم هذا البيت. إذا الجود لم يرفع خلاصا من الأذى، وهل لأنه يرفع إذا أتى الإسماء. طيب. خلاصا من الأذى، ولا الحمد مكسوبا ولا المال باقية. الحمد مكسوبا مكسوبا ولا المال باقية. طالع يعني لعد دور كذا، الجود لم يرفع، الجود لا تدفع في المقدر، أنا إذا لم يرفع الجود لم يرفع. بالمشهور عند النحاة عن إذا ما تنطبق يكون الجملة الفعلية على حد قوله تعالى إذا السماء انشقت، معناه إذا انشقت السماء انشقت. مثال لا يقول المالك يلزم إذا إضافة إلى جملة فعلي كهون إذا اعتلى، قال في الطرى نظرا لما تضمنته من معنى الشرط، إذا فيها معنى الشرط. وهذا قال الله في اللي كاتبين حالا لاحقا، لا يقولنا إذا الاستقبال والشرط، إذا جاء الاستقبال والشرط. نبه على عن لخفش الكوفيين عندهم عن إذا قد تنضاف الجملة الاسمية، وعلى مذهبهم لا يتعد هذه الجود المبتدا وخبرها لم يرفع. إذا المشهور ألقاهم مشهور يقول عن الجود وفاعل فعل المقدر انفسرت ويك لم يرفع، وهذه من المواضع اللي يجب فيها حذف الفعل إذا كان مفسرا بما بعدهم. وترى يرفع الفاعل فعل المتمرة كما لزيد في جواب من قرأ الفاعل يرفعه فعل مقدر جوازا، كيف يعاد مجاوب باستفهام محقق ولا استفهام مقدر. والله عاد استرزمه ما قبله، اسقي له عدوات الوادي وجوفه كل ملسن غادي، كل أجش معناه وسقاه كل أجش. يغير الفعل نحذف وجوبا إلى عاد اللي فسره ما بعده، كيف نحد المشركين استجارك إذا السماء انشقت، وهون كيف إذا الجود لم يرفع. رجع الصام لقول ما هو مشهور يقول عن الجود وعنه مبتدا وخبرها لم يرفع، وهذا هو مذهب الأخفش في الكوفيين عندهم عن إذا تنضاف الجملة الاسمية. وذا التقدير الأول اللي حاملنا عليه عن إذا على تنضاف إلا لجمهور إذا للاستقبال والشرط، هذا مثل اللي ينقلوا وننبه عنها تخرج عن الشرط إذا كانت في جواب القسم، كيف اللي إذا أخشى ساعة جواب القسم تفيد ما هي الشرط ولا هي الاستقبال، يا غير ساعة ما هي جواب القسم دائما للوحدة، هذا مثل إن شاء الله قال ينقلوا موضوعه بشكل أكثر للحالي إذا بعد القسم وبخروجها عن الشرط التسم. بارك الله فيكم شيخ. إذا شيخ نشكر لكم هذا الشرح الوافي للأبيات التي قدمناها من كتاب الإحمرار ومعه الألفية طبعا، وهذا الرد كذلك على هذه الأسئلة التي اختلفت مواضعها من النحو إلى الصرف إلى العقيدة إلى الفقه إلى غير ذلك. ومشاهدين الأعزاء تختتم هذه الحلقة،
وتختتم بالشكر المستحق للشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الخديم. وأنقل لكم تحايا الفريق الفني، كان على استقبال المكالمات وضبط الصوت محمد الأمين وللعتيق، وعلى الإخراج جواد والسيديبونا. وهذه تحياتي في التقديم، إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.